شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قداس عيد مرمرون في كنيسة سيدة العطايا في نيقوسيا في حضور الرئيس القبرصي وممثل الموارنة في البرلمان القبرصي جون موسى وأبناء الجالية الذين عقد معهم لقاء في قاعة الكنيسة. طبيعي أنه نفكر فيكم وفكرنا فيكم وبالانتخابات الجاية إن شاء الله بنكون سوا عم نشارك بصنع مستقبل لبنان، وإن شاء الله الأيام تسمح لنا بالاستثمارات اللي ممكن نعملها بالغاز والنفط نحن وقبرص إن نوصل البلدين مع بعضهم بحلب لبناني قبرصي، منه صعب التحقيق أبداً إن نوصل هالبلدين ببعضهم ويتصيروا آسيا وأوروبا مربوطين بجسر بين البلدين. ودعا باسيل للموارنة القبارسة إلى المقاومة والصمود لاستعادة حقوقهم. لما ضاقت علينا المساحة أو الحرية بلبنان، وطبعا أجا منا ناس هون على قبرص، وبنشكر قبرص لأنه استضافتهم، بس بالنهاية لحقنا الظلم لوين ما رحنا، ونحن جاوبناه بالنجاح. بقى بنتمنى لكم بهالجزيرة مزيد من المقاومة والقدرة أنكم تصمدوا أكثر، لأنه إذا بتصمدوا ترجعوا تستعيدوا حقوقكم وكراكم مثل ما نحن بلبنان صمدنا وعم نستعيد حقوقنا. الرئيس القبرصي رحب من جهته بباسيل داعيا إلى توطيد العلاقات بين قبرص ولبنان، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية للقاء يجمع رئيسي لبنان وقبرص ورئيس الحكومة اليونانية.